انتهت مساء الأحد منافسات الجولة 12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد إقامة 9 مباريات على مدار 3 أيام، وقد أسفرت المواجهات عن تحقيق 6 انتصارات و3 تعادلات. الجولة الأولى بدأت بمواجهة الطائي والفيحاء في حائل وانتهت بالتعادل الإيجابي ب3 أهداف لمثلها. هذه النتيجة رفعت رصيد فارس الشمال للنقطة 11 متقدما خطوة واحدة نحو المركز 13، وتقدم الفهود خطوة واحدة أيضا للمرتبة 9 ب15 نقطة. كرة بتعود على الجهة اليسرى لصالح فريق الطائي، يتحركون الآن، يتقدمون الآن لإضافة الثالث، التسديدة حاضرة، الله، جانب ريجي كام، خروج اللاعب رقم 70 إذا راكان، تمرير لنا على الجهة اليسرى، تتحضر هنري، السلام يغير رأي، الله، هنري ذكي، هنري ذكي، هنري ذكي، النسر النيجيري. وفي الأحساء حافظ الهلال على صدارته بعد أن تغلب على الفتح بهدفين دون رد ليرتفع رصيد أزرق العاصمة ل 32 نقطة، أما النموذجي فتراجع خطوة واحدة ليستقر في المرتبة 5 ب23 نقطة. يتقدم متروفيتش، هدف أول سيتي لساندرلاند، جالاتا سراي وأولمبيك ليون، يعادل لبري، جول محمد لبري. وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض كسب الشباب نظيره الاتحاد بهدف دون مقابل ليتحرك الليوث خطوة واحدة للأمام صوب المركز 10 ب15 نقطة، فيما بقي العميد في مقعده 6 بنقاطه 21. علاقة لمصلحة فريق الشباب، كرة طويلة كانت عن طريق حمد اليامي، وصلت بعد ذلك إلى فواز بيرسل كرة إلى فهد المولد، الفهد هل يكون مفتاحهم أمام النمور، عرضية، الله، وفي المحالة وتحديدا استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية حقق أبهى انتصارا هاما على الأخدود ب3 أهداف ل2 ليقفز زعيم الجنوب 3 خطوات للأمام نحو المرتبة 12 ب13 نقطة، بينما لا زال الأخدود في المركز 16 ب7 نقاط. وصل لحمد المنصور على اليمين، ينظر نظرة للأمام، يحول كرة في مكان جميل، تتهيأ، الله، الله يا مصباح، الله، على في مكان جميل جدا لكيمبي الكاميروني، يتقدم للامام كيمبي امام الجول، الله. وعلى ملعبه في الدمام تعادل الاتفاق مع شقيقه الرائد بدون اهداف. هذه النتيجة رفعت رصيد فارس الدهناء للنقطة 21 وبقي في مركزه 7، اما رائد التحدي فلا زال قابعا في قاع الترتيب ولكن ب6 نقاط. بالطرف الايمن استحواذ على كرة ومحاولة وعرضية في منطقة الجزاء، هذه خطيرة رأسية لكنها مرة يبحثون عن طريق، لكن الطريق مغلق، لا طريق من أمام مرمى الرائد، الكرة تلعب بالرأس والرأسية إلى في الرياض كسب النصر ضيفه الخليج بهدفين دون رد ليحافظ أصفر العاصمة على وصفة الترتيب بعد أن ارتفع رصيده النقطي للرقم 28، فيما تراجع أبناء الدانة 2 للوراء صوب المقعد 15 ب10 نقاط. نجاح في الإبعاد، عادت لغريب يمرر للدور وتسديداته، التمرير، التهديف، الله، يحاول تيليكس الآن يرسل كرة وجميلة والثاني، نعم، الله. وفي الرس خسر الحزم أمام نظيره الوحدة بهدفين لهدف ليبقى حزم الصمود على نقاطه 7 في المقعد قبل الأخير دون تغيير، بينما تقدم فرسان مكة 2 نحو المركز 8 ب16 نقطة. وخرج هنا المحاولة في الدوري، الحزم يحاول، الله، هدف حزماوي، حزم الصمود يبتين يسجل، يمرر تمريرة جميلة جدا خطيرة الوحدة، الله، يا ستار العيوب. وعلى ملعبه في بريدة تعادل التعاون مع شقيقه ضمك سلبيا بدون أهداف. هذه النتيجة رفعت رصيد السكري للنقطة 25 لكنه بقي في المرتبة 3، أما فارس الجنوب فتراجع 2 للمقعد 11 ب14 نقطة.
يلعب كرة على جهة اليمنى، عرضية عرضية وخطيرة لسعد الناصر. الآن عرضية سعد خطيرة على المرمى، لكن التغطية من المكان، تلعب الكرة عرضية لكن تبعد بالرأس وتعود في المرتدة. أخيرا تغلب الأهلي على الرياض في جدة بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد الراقي للنقطة 25 متقدما خطوة واحدة صوب المركز الرابع، فيما تراجع الرياض خطوتين للوراء نحو المقعد الرابع عشر بإحدى عشرة نقطة. لا أبعد من ذلك، نعم الفترة لا زالت طويلة لكن المباراة مستمرة. الكرة للمجحد، نقلج، الله الله، هدف ثاني لكن تسلل. الغريب في الموضوع أني أنا شايف لكن الكرة تلعب للأمام، هذه محاولة، هذا رياض محرز، هذا رياض محرز، الله الله.